اصلا ما عنديش وقت فراغ. كنت اتمنى يكون عندي وقت فراغ. ما عنديش وقت فراغ لانه بحكم سعيدة الشرف كتعيش مجموعة من الشخصيات، يعني شخصية سعيدة الشرف الفنانة، شخصية سعيدة الشرف الإنسانة والمرأة، شخصية إنسانة سعيدة الشرف الأم. كتعرفوا يعني أنا أم للطفلين، فوقتي بين أطفالي، بين العمل، بين تحضيرات، بين تسجيلات، بين تصوير، فما عنديش أصلا وقت فراغ. فإلا سرقت شوية ديال الوقت صغير كنخليه فرحتي دايما كنلقاه مع أولادي مع أطفالي، أو إذا كان وقت صغير جدا يمكن كنخليه لسعيدة كان نجلس مع نفسي، أو يعني ونادر جدا. تقدر ما تلقاش وقت نفسك، ولكن تقدر تلقى الوقت الواتساب وتلقى وقت السناب والانستغرام والفيسبوك، فجزء من وقتي يعني عطيها للسوشيال ميديا لأنه فيها جمهوري. أنا أي مكان يمكن نلقى فيه جمهوري أو نقلب فيه على جمهوري أو نرضي فيه جمهوري فأنا كنكون متواجد. شوف بعض المرات الفراغ يولد الغضب، والغضب يعني بعض المرات كيكون هذاك الإنسان يقدر يكون طيب، أنا ما نقدرش نحكم عليه أنه سيء، ويقدر يكون طيب ولكن حالته الاجتماعية أو أنه فقط عنده هذاك الهاتف فقط، ما عندوش حاجة أخرى غادي يديرها، فمسكين يعني كتلقاه كيقول يعني علاش مثلا هذا كيعيش واحد ظرفية، واحد الحالة اجتماعية معينة وأنا لا. فبالنسبة لي الرد السلبي أو النقد يعني حتى لو ما كانش مكانه مثلا إلا قالوا، هو كيقولوا بناء على حالته الظرفية، لأنه لو كان عنده ما يدار وكان مسكين أنه خدام وكان مثلا حالته الاجتماعية مزيانة ما غاديش يلقى الوقت حتى يدير ذاك الكومنتير كأنه ولا لا. فالكومنتير ما ناخدوش دايما بديك الطريقة السلبية، فبالعكس كنقول خاص بزاف ديال الأوضاع تصلح، خاص بزاف ديال الأشياء تصلح، باش هاد الشباب أو باش هاد الناس اللي كي يقولوا مثلا تعليقات سلبية ما عندها حتى شي معنى، يعني يمكن تصلح العقلية أكثر. أنا شوف طالما كيعلقوا عليك سواء سلبي أو جيد أنت متواجد، أنت كاين، كاين الناس كيتمنوا غير باش يتكلموا فيهم، كيخلصوا الفلوس باش يديروا البوز، وانت كيجيك بوز طبيعي من عند الله علاش لا. ولكن يضرني لمس أولادي، يمس حاجة مثلا اللي فيها خصوصية معينة تجرحني، ولكن إلا تعليق عادي كاع الناس كيعيبوا، الناس كيقولوا واحد نقدر نعجبه يقدر يعجبه، يجي واحد يقول لك لا خايبة وحور. لا أنا مع الاختيار الشخصي ولكن مع الدراسة، لأنه أنا قريت، أنا درست وتخرجت وكنت صحفية وكنتكلم لغات، يعني ما جيتش اعتباطية لهذا الدومين، فهمتني؟ أنا كان هوايتي من بعد الدراسة ومن بعد هذا كملت فيه عجبني، ولكن باش أنا ولدي مثلا أو بنتي غادي تدخل عالم الفن بدون دراسة بدون هذا، لا ما نسمحش. وأنا معروف عليا طباخة ماهرة، يعني شفتوني في رمضان شحال من وصفة وجدت، شحال زائد وصفات الطبيعية اللي كندير ديال التجميل وهذا طبيعي طبيعة الحال. الأكلات كيعجبني نطيب البلدي، كيعجبني طيب الرومي، ولكن البلدي كيعجبني الروز والحوت بالطريقة الصحراوية، كيعجبني بزاف ديال الأكلات، يعني ما نقولش لك حاجة معينة. ففي الصيف كيعجبني المضيق وكيعجبني أكادير. أولها التواضع، ثاني حاجة يكون عندك الإرادة، ثالث حاجة الصبر، رابع حاجة خاص يكون عندك الثقة في النفس، وأولهم كاع قبل هذا الشيء كامل يكون عندك رضا الله والوالدين بعدها باش تقدر تكتسب هذا الشيء كامل، إلا ما عندكش ما غتكونش لا شيء. نقول لهم تابعوا جديدي وكنبغيكم بزاف، وما نبغيش نقول لكم كلام ديال البلاغة يعني غير هك خطابة، نبغي نقول لكم كلام مغربي 100%. نقول لكم تابعوني ونموت عليكم، سعيدة شرف منكم وليكم، وأنا بالله باش كاينو بكم، فشكرا لكم.